فعلا بيتش حابة أعرف مراحل حياتك وبأي مرحلة تزوجتي؟ بداية حياتي أنا من عائلة، يعني إحنا عددنا بنات وولد مو هواية، خمسة. إحنا عشنا حياة طبيعية، يعني مو يعني متوسطين. أبويا كان مدرس وأمي ربت بيت، فيحرص دائما على دراستنا ولازم نكمل دراسة. إحنا بنات أكثر من ولد، إحنا 3 بنات 2 ولد. يعني دائما يحكم احنا اطفال، عندنا ولد خاله، اولاد عم، هواي عندنا ولد، فيقولوا له تزوجهن. هو يقول لا، انا ما اتزوج بناتي لحد ما ياخذن الشهاده، يقصد الشهاده الكليه طبعا. يعني بالبدايه انا اصغر وحده من البنات، اول شيء اختي اللي خلصت دراسه تزوجت، والثانيه هماتين تزوجت، انا وصلت للكليه. همتين قلت يعني ما اشتغل او تعيين ماكو فرصه. بالكليه طبعا وايد قدموا لي، ومن ضمنهم استاذ وياي بالجامعه، وهذا الاستاذ حاشا استاذ ثاني حتى انه يخطبني، بس ما قبلت اني لانه كنت مركزه بالدراسه وهو شوي اكبر مني بالعمر، فما حسيت انه راح انجح وياه حتى لو هو استاذ بالجامعه. فاختي وحده من يومهم، يعني عن طريقها جوني هواي ناس اقاربهم، يعني سابتهم هواي ناس عن طريقهم. فوحده من يعني الزواجات اللي جت عن طريق اختي، اجى هو الولد واختي وجوني للجامعه، طبعا هاي مرحله رابعه. صراحه عجبت بيه وكان اوكي، وهو هماتين وبدايه، يعني خلونا وحدنا قعدنا سولفنا، فكل شيء واحد ارتاح للثاني. ما سألت عن ماضي ولا سألت عن شنو هو، هو مخلص معهد بس هو يشتغل يعني شغل حر. يعني ما سألت عن حياته شلون كانت، فقلنا انه بعد ما اتخرج يلا، قلنا بعد ما انه اتخرج يلا يصير الزواج. وصدق يعني تخرجت، ووراها بكم شهر اجوا يتقدموا، وبابا يعني اهم شيء عنده انه صار عندي شهاده، وهذا يعتبر هو الشهاده سلاح. وصح كلامه، يعني هي فادتني بعد انه انفصلت. زواج بالبدايه كان طبيعي، وبابا حتى شرط عليهم قال لهم لا تطلع من بيت وحتها ولا شيء، تبقى انه تساعد البيت. وعنده اخ ماتين متزوج، وعنده 2 اخوان طالعين متزوجين، فبس هذا الاخ، وعنده اخوات كانوا بالمدرسه، فحياه كلش حلوه وما عندنا اي شيء. بس هو بعد الزواج او قبل صارت المشكله الاولى، قال لي انه تجين بس تلفونك لا تجيبي، يعني عندك تلفون انا اجيب لك تلفون ورقم. ما اعرف، ما سالته ليش، بس انا حسيته بانه شك او عنده شك بيا او هاي، بس انا ردت انه اثبت له انه قد هذا الموضوع عادي. كتبت ارقام صديقاتي وقلت هو من يجيب لي تلفون. طبعا اول ما تزوجت اني بعد شهرين صرت حامل، فما لحقت انه اهتم بانه اجيب التليفون او لا، فهملت موضوع التليفون، صار عندي طفل. ويعني شوي عانيت في البدايه لان صعوبه هذا الطفل، ولادته كانت صعبه، وحتى هو طلع شويه مريض يراد له عنايه، وانا عندي شغل البيت، فمركزه كل شيء، يعني مركزه بالطفل وبالبيت وبهاي حياتي. نعم اكيد، بالبدء هي الأقوى دائما من يملك السلاح الأقوى، والسلاح الأقوى هو صنيعة جهد وخبرة من خلال دراسة. لذلك الدراسة تعد من أقوى الأسلحة التي يمتلكها الفرد باختلاف أنواعه، سواء كان يعني رجل، امرأة، إلى آخره. هذه الأسلحة تأخذ أبعاد، منها البعد الشخصي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. فعلى مستوى البعد الشخصي تعد يعني التحصيل الدراسي وتنمية الاستعدادات في هذا المجال سلاح يحقق ذات الفرد. كنا نعرف أنه توجد لدينا مجموعة من الحاجات، إضافة إلى الحاجات الفسيولوجية والحاجة إلى النفسي والانتماء، فأيضا نحن بحاجة إلى تحقيق الذات. تحقيق الذات والطموح لا يمكن إلا من خلال الدراسة.
فالدراسة هي التي تضع القواعد الرئيسية للوصول إلى الأهداف المنشودة، هذا فيما يخص البعد الشخصي. أما البعد الاجتماعي فمكانة الفرد داخل مجتمعه لها محددات، وأكثر هذه المحددات هي الشهادة التي يحصل عليها. فقيمة الفرد إذا كانت شهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية، أما إذا كانت شهادة الجامعية فيتم النظر له على عدة مستويات، منها أنه إنسان ذكي وإنسان طموح وإنسان مثقف، على الرغم أنه أدوات الثقافة هي ليست محصورة فقط بالدراسة، إلا أنها يعني فد مؤشر على وصول الفرد إلى مستوى أفضل من الآخرين هي الشهادة الجامعية. خلينا نقول إذا ما كان إلى طموح بالدراسات العليا. البعد الثالث اللي هو البعد الاقتصادي، نعرف أنه كل فرد لابد أنه تكون لديه إمكانية، هذه الإمكانية إضافة للإمكانيات المعنوية يجب أن تكون له إمكانيات مادية تحمي وتحافظ وتساعد على تنمية وتحقيق أهدافه. نعرف كل زين أنه الجانب الاقتصادي يرتبط بمستوى دراسة الفرد، هذا إذا كان على صيغة الوظيفة أو إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، يتحرر من عبودية العمل يعني تحت أمرة الآخرين. بعد الزواج استمر الزواج لمدة سنوات، هذه الفترة شنو اللي كان شغلك عن زوجك؟ وين بدت المشاكل؟ بداية المشاكل شلون صارت؟ إنه صار عرس أقاربهم، وبالعرس كانت أكو بنية هي بنت خالة زوجي، فقالوا لي هي أمه قالت لي هاي كانت تحب زوجي، فأنا عادي سلمت عليها وضحكت لأن البنية تزوجت وحياتها مستقرة وهيك شيء، بس هي عينها على زوجي طول الحفلة. أنا ما خليت ببالي، قلت عادي جوز تتذكر أيام شيء يعني شلون يعني شلون يقولون اللي يعني تعاطفت وياهم. بس هو سألته قال لا أنا ما عندي من ناحيته أي شيء ولا عندي مشاعر اتجاهها ولا أي شيء، لأنه شيء انتهى وقصة راحت. مع الوقت أنا ملتهية بابني، وابني يعني بالبداية طلع عنده فرط حركة، يعني وين ما أروح أنا كلش متعبني، يعني إذا أروح لأهلي أبلغهم إنه أنا راح أجي أبات يمهم، فهم كل شيء يضمون، تخيل حتى الثلاجة يسوي لهذا القفل والكاونترات، لأنه كلش مزعج ابني، فهذا يراد له عناية. وأنا تعبت 7 سنوات أنا هذا ابني حد ما سويته، يعني مدخل المدرسة وكان كلش استيعابه بطيء، فتعبت على ابني والأطباء هم ساعدوني، وزوجي هو كان يعني ما مقصر ناحية انه يودينا يعني يصرف على ابني يوفر له العلاج يوفر له هاي، بس مهتم بشغله. بعد هاي 7 سنوات صارت اول مشكلة انه تليفونه، يعني شفت انا بتليفونه انه عنده مراسلات وهيك شي بالفيس، فقلت له أنا مثل ما أنت عندك فيس أنا لازم نجيب نشوف، هاي كل هاي السنوات أنا ما طلب التليفون، هو كان قلت وعدني إنه أول ما نتزوج، قلت له وين وعدك؟ ما أنت ما طلبتي، لأن أصلاً أنا انتهيت بحياتي. المهم جاب لي تليفون وما قصر وسوالي فيس إنه أنا ضفته وأراقبه دائماً وهذا الشيء، بس للأسف ما سيطرت لأنه الموضوع كان أكبر من هيك شيء. بس أنا الحمد لله يعني كنت ذكية وصرفت صح، هسه قلت شلون إنه حسيت إنه عندي شيء أكبر من إنه تكون مراسلات وبنات وهيك شيء. اكتشفت إنه هاي البنية بنت خالته طول هذه السنوات هم على اتصال، وهي صح متزوجة وعندها أطفال، بس هي بعدها تحبه على أمل بإنه إذا يريد يطلب منها إنه تنفصل من زوجها وهو يتزوجها هيك، بس هي قالت له بانه تبقى زواجك، يعني تعرف بي شلون يعني تقول هاي المي حبابه وهيك شيء، فلا تطلق هيك قالت لي. انا عرفت كل هذا بعدين من هو زوجي. زين من اكتشفتي انه زوجك على علاقه ببنت خالته المتزوجه شنو سويتي؟ شنو رد فعلك؟ الحياه طبيعيه وهيك، بس انا ظليت اشك بالموضوع
اروح لاهلي، عندي اختي يعني بنتجمع اسولف لها واحكي لها. قلت لي كل شيء تشوفينه لازم تصوري، لازم تخزني ما دام عندك تليفون، شوفي شلون تصرفي حتى يفيدك للمستقبل. قفيتش ادبوج او امه ما راح تصدق، لان انت راح تصير مشكله بيناتك، يا اما تغضين نظره على الموضوع وتنسينه وتعيشين حياتك. انا صراحه ما اخذت نصيحه اختي ولا كملت حياتي هيك، لا ظليت الح على هذا الموضوع، وش عندك وش عندك، قبل لا اكتشف انه هو بعده علاقه بهاي البنيه. لحد ما يعني هو ما شوف كان بتلفونه ولا اقلب بيه، بس هو هامل تلفونه يعني يمي يم ابنه، يعني مو دائما يعني تلفونه، بس اجي اشوف مثلا الاتصالات ماكو اي اتصال، يعني يمكن يمسح كل شيء قبل لا يدخل البيت، هذا اللي كنت اشك فيه. بس مره من المرات يعني الصبح ودخل الحمام، فبين ما انا احضر الريوق، طبعا جوا انا غرفتي فوق، فصدفه صعدت شفت جت رساله له. انا من العاده ما اهتم الصبح لان ابني عندي مدرسه وهيك شيء، فتحت التلفون لقيت يعني رساله من يمها، و يعني شلون على التليجرام، وانا كلش ضجت. فسويت علموني طريقة من صديق، يعني من العفو من أختي، إنه أفتح حساب التليجرام بالآيباد مال ابني بنفس الوقت اللي هو مالت زوجي. والله ست يعني إحنا ما أقول لك حتى ما نبالغ، إذا بالشهر ما تجينا 10-15 دعوة بهالموضوع، موضوع التليفون اللي هو دمر المجتمع. لأن أكثر الزوجات أو حتى الأزواج نفس الشيء، يعني إحنا ما نحكم لا زوجات ولا أزواج، موضوع بصورة عامة الكل قام يدخل بعلاقات عن خلال التليفون، لأن الموضوع سهل كثر البرامج وسهولة التواصل بين الطرفين، ذكر وأنثى ذكر وأنثى، صار الموضوع سهل. فبالنسبة للزوج يجوز عنده وقت فراغ، يجوز مشاكل داخل البيت تخليه يروح لهالطريق استخدام التليفون بطرق غير شرعيه، ونفس الشيء بالنسبه للزوجه. يعني احنا ما لا نزكي الزوج ولا الزوجه، لان الطرفين يدوروا لهم فد حجه على مود يستخدمون التليفون بطرق غير شرعيه. زين، يعني اخر شيء قبل 3 ايام جتنا دعوه نفس الموضوع، زوج لزم زوجته تحكي، طبعا ما يدري، لاقي ورقة بجنطتها بيها حساب سناب شات، انفتحها لقى مربوط على خط، الخط باسم أهلها، وتفتحها وتسده ولقاها عبارة عن علاقة لمدة 3-4 أشهر والزوج ما يدري. انت عارفين أنا كرجل أطلع من الشغل للشغل ساعة 7 الصبح، خلينا نقول أنا أرجع مثلا المغرب، مش مدريني يعني. زين، انت لان هو الزوج والعلاقة الزوجية مبنية على الثقة والأمانة، اذا انت اي ركن من ذن يختفى خربت العلاقة الزوجية. زين، فيعني مثل هاي الحالات كل شوية تجينا. ففتحنا هذا الحساب وشي من التليفون، يعني قدرت انه اسويها، لان هو من يجي تليفونه كل شيء ما بيه ويشمر التليفون، يعني عادي انا افتحه هذه ما يسأل ابد لانه ما عليه شيء. ففتحت التليجرام للايباد وشفت المراسلات اللي تصير وقت الشغلة، هو من يكون هو بالشغل. صراحة يعني ما اش اقول لك، يعني هي متزوجة يعني ما اقدر احكي بالاعراض، بس صراحة يعني تعامل ويا زوجي كأنه ما زوج، ما اعرف يعني شلون عندها هاي القابلية، من صور من حكي من الميانة والكلام، وهو ماخذ راحته وتقريبا يعني عايش وياها كأنه هي يعني ماخذة كل حياتها وغانيتها عني أصلا. حتى هو يحكي لها بالأمور اللي بينه وبينه اللي تصير، يحكي لها بأنه عادي وأنه هاي زوجة عادية ومو مثل هو شلون يريتها وشلون يعاملها. المهم أنا هذا كل الحكي هو قبل لا يمسح أنا كله أصوره بتليفوني، أصوره وأصوره، يعني وقعت على هذه الحالة أشهر وأنا ساكتة. بس شنو متغيرة؟ متغيرة مو مثل قبل، مو مثل قبل يعني وياه اسولف وياه او هاي، دائما يقول لي انت شايله خشمك انت ما ادري شنو،
يطلعني أنا الغلطانة، أنا أسكت، لحد ما انفجرت بيوم يعني، وقلت له كافي كافي يعني، أنت ابنك راح يصير بطولك، ويعني عيب عليك أنت وهالبنية من زوجة. فهو ما صدقني وقال لي اتهمتيني، وأنت يعني تحكين بأخلاقي يعني، ما عندي هيك شيء، وأخذ ابنك وروح لأهلك. ما قلت لا، أخذت ابني وغراضي وجيت لأهلي. طبعا صارت مشكلة كلش كبيرة، أهلي صدقوني وأبويا كلش يعني متفهم، بس بابا قال لي ما شوفته، ما شوفته الصور ولا شوفته المحادثات، بس صدقني. بس قال لي ليش تأخرتي يعني، كان بوقتها أصلا هو تصرفك هذا غلط بابا. قلت له يعني شلون أسكت أنا على الغلط، أبقى عايشة على الغلط وهو يسوي يعني شيء يعني شيء غلط وحرام يعني، لما تبقى هو بالحرام هيجي. إذا هي البنية يعني عندها مسألة عادية، هو شلون يعني شلون راح يكمل، وابنه شلون راح يكون هذا يعرف أبوه هيك، ومصير مصير الشيء ينفضح وينكشف. نعم، إذا أجينا إلى مفهوم الخيانة فلها عدة أبعاد، لها بعد قانوني ولها بعد نفسي. البعد القانوني يعني وجود شهود على علاقة غير شرعية موجودة بين اثنين، أحدهما هو يعتبر خائن لشريكه والآخر أيضا خائن لشريكته. هذا فيما يخص المجال القانوني. أما البعد النفسي أو المجال النفسي، فحتى لو ما موجودة هاي الخيانة، حتى لو كانت عن طريق المراسلة أو عن طريق الكلام عن بعد بالهواتف، هاي النقالة، يوجد نوع آخر من الطلاق يسمى بالطلاق العاطفي. عندما تعلم الزوجة ما يفعله زوجها في اتصاله على فتاة أخرى، مباشرة تشعر بأنها وصلت إلى طريق مسدود مع شريك حياته. هذا احنا نسميه الطلاق العاطفي، اللي هو يترافق مع أعراض في مجال اختصاصنا نقول عليها السيمتومز والساينس. هذه الأعراض هي تبلد بالمشاعر، حدة بردود الأفعال، توقف عن الأحاديث واستشارة الطرف الآخر في أبسط المشكلات، وأيضا قطيعة ما بين الزوج والزوجة قد تنتهي إلى عواقب لا تحمد عقباها. خلينا نجي أول شيء دينيا، أي علاقة بين ذكر وأنثى خارج العلاقة الزوجية فهو حرام، يعني أنت على أساس؟ وثانيا الحالة اللي ذكرتيها حضرتك هي أنه الزوجة متزوج، يعني عفوا اللي الزوج يحكي وياها متزوجة، فيعني هي زنا يعني بكل الأحوال. يعني احنا صح مثلا ممكن الزوجة عرفت من وقت قبل لا تتطور الأمور، قبل مثلا ممكن شان تصير مشاكل أكبر إذا عرف زوجها مثلا الزوجة من عرفت زوجها أسهل من ما الزوج عرف أنه زوجته تخونه، يعني أسهل مثلا. يعني تعرفين الرجل ممكن أعصاب يعني يصير فد ردة فعل مو طبيعية، لكن أنت حالة الزوجة اللي استخدمتها هي ضغط على الزوج حتى يتفرق، ما تعرف أنه هي أصلا بس تروح للمحكمة تبرز المحادثات والدليل اللي عندها هي تتفرق يعني مباشرة. مدام ماشي بالغلط وبالحرام، فأبوي وقف وياي طبعا وأهلي وقلنا له شو تريد أنت يعني؟ قال أني ما أريد شيء، أريد ترجع لي. أنا شلون أضمن أرجع له وهو بعد هيجي ويا هاي البنية؟ أنا قلت لعمتي، عمتي تدري بالموضوع، عمتي واجهتها، البنية نكرت، فصار من هذا النكران وهم كذبوني وهاي. قلت لي أنا بيناتنا المحاكم، أنا ما أكمل وياه، أعطوني حقوقي وأعطوني غراضي وخلي أنا أعيش حياتي ويا أهلي وخلص انتهى الموضوع. لأن قد ما يلحون إنه أنتي كذابة، أنتي كذابة، ماكو هيك شيء، وأني لآخر لحظة إنه ما شوفتهم،
أنا كنت منتظرة بأنه اللي يشوفه مثل القاضي يشوفه محامي حتى يحل الموضوع. الجلسة السرية، أنت أول ما يعني أثناء المرافعة طلبين الجلسة سرية. المحامي أكيد 100%، لأن إحنا الناس يعني تجهل هاي الأمور. فالجلسة السرية تفرغ القاعة تماماً، محامي المدعي ومدعي عليه فقط، وحتى الحكم وباقي التفاصيل وحتى تنحفظ الدعوة ما حد يقدر يعرفها. يعني إذا يعني استمر مظهر الطلاق العاطفي، فأكيد يعني أحدهما تعطل لديه إشباع حاجته من الآخر، تحقيق الذات، مسألة صيانة الكرامة وإلى آخره. ممكن الرجل أو المرأة يتحملون يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، لكن هذه الحالة هي ليست حالة دائمية، فلذلك يبدأ أحدهما الآخر ينتهز فرصة حدوث أو يتصيد للآخر عندما يقع في أقل مشكلة، ويبدأ يضخم ويكبر بها لإيقاع أكبر ضرر بالشريك الآخر باعتباره أنه هو من قام بالخيانة. فرفعوا هم قضية، أنا ما رفعت قضية، بس أنا قلت لهم، فهم قد ما متحمسين الموضوع راح أرفعوا قضية. المهم أنا خليت محامي وقلت له المحامي هاي الأدلة عندي، فهمني بأنه هاي الأدلة بالمحكمة ما راح تفيد ذيك الإفادة، يعني صارت مو مثل يعني مو أنت جايبة دليل هاي خيانة وما أدري شو، يعني أوكي أنتوا راح تصير بس راح ينطيك المؤخر مالتك، هاي ما راح يتعاقب ترى. هو أنا كل بالي إنه راح يتعاقب، ماكو هيك شيء، بس إذا تريدين تقدميه عادي. إذا كانوا متفقين عليها، يعني عادة إحنا للأمانة أكو شغلة ما أعرف أنا أحكي بيها، إجراءات النفقة مزعجة، إنه أنت لازم تسوي وصك تروح تسلمه بدائرة التنفيذ وتجي الزوجة تستلمه، فأكثر الناس دا تسويها رضائيا، طرف ثالث يروح يودي الفلوس مباشرة للزوجة هيك شيء. فإذا متفقين هم على النفقة مباشرة، يعني ما نسويها دعوة وأتعب نفسي وأطول الإجراءات القانونية. فصارت أول روحة لي المحكمة، بعدين وراها أنا قلت لي أجلها. المهم صارت هي مراجعات، فقعدنا وياه، أنا ما كملت في المحكمة لأن حسيت ما راح أستفاد الموضوع. فقعدنا وياه وشوفت المحادثات وشوفت الصور الموجودة عندي، طبعا عندي نسخة تانية كل شي يصير. أي فهو تعجب وهو استغرب وقال، قلت له أنا تريد أفضحك في المحكمة وأقدم هذا الشيء ما دام أنت أخوانك يجون وياك ولد عمك يجون وياك المحكمة، أنت جاي بالعشيرة، لو تريد نحل المسألة بيناتنا وانتهي الموضوع وتعطيني حقوقي وزايد، لأنه هذا ابنك يراد له مصاريف، صح هو طاب وصار في المدرسة، بس الولد بعده يعني فرط الحركة، يعني يراد له أجواء، يراد له مراجعات، يعني يراد له هواي أشياء أنا وحدي ما أقدر أدبرها. فهو خاف من الفضيحة وخاف على سمعة هالبنية، لأنه إذا ولد عمه لو أحد سمع ممكن يوصل زوجها وممكن هماتين تخرب حياته. فأنا ما أريد تخرب حياة البنية، بس هما بعد بيناتهم يبقون على الحرام ما يبقون، فالله يسامحهم والله يغفر لهم، هاي إذا هما استغفروا طبعا. أكيد يعني هذا نموذج يكون فريد من نوعه، خصوصا أنه ما يحدد بثقافة معينة وبمستوى اقتصادي واجتماعي معين. احنا نباوع أهلنا في المناطق الفقيرة والمحرومة، نشوف أبنائهم يعني يمتازون بمعدلات عالية، رغم أنه لا يوجد مدرس خصوصي ولا توجد وسائل تكنولوجيا الانترنت والهواتف الخلوية الباهظة الثمن، إلا أن بعض أبنائنا يحصلون على معدلات جدا عالية. هذا يدل على شيء، يدل على حرص من يقوم برعايتهم. فآبائنا اللي موجودين يعني على سبيل المثال بالمناطق الجنوبية يحرصون كل الحرص على تلبية ولو الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة.
هذا أن دل على شيء يدل على أهمية الدراسة في منظور هؤلاء الآباء. تلاحظين قد يكون الأب هو يعني يعمل عمل بسيط، قد يكون عامل، قد يكون صاحب سيارة أجرة، قد يكون موظف بسيط، لكن الطموح وتحقيق أهدافه تكون عن طريق أبنائه، سواء كان الولد أو البنت، خصوصا يعني الأهداف اللي تم إلغائها نتيجة ظروفها القاسية. ونعرف احنا كليتنا العراق مر بظروف جدا قاسية في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، وبدأ بعد 2003 بعد فترة التغيير هناك متنفس ممكن أنه الأهداف الملغاة نقدر نرجع نعيد صياغتها ونحققها عن طريق الأبناء، لأن نعرف كل زين أنه الأبناء هم امتداد لآبائهم. إذا زوج البنية اللي هو عنده علاقة وياها إذا عرف يعني تكون تبعاتها أكثر من ما الزوجة، يعني تعرفين هذيك عندها رجال والرجال عنده عائلة وسمعته، وعلى مثل ما قلت احنا عندنا مثلا مجتمع عشائري يدخل بقضية غسل العار ويدخل بقضية ممكن يقتل الزوج يعني اللي يخونه وياه وهاي تفاصيل. فيعني احنا المفروض بعد ما انت خربت حياتك وبيتك يعني ما اعتقد بعد تقدر تكمل وياها الا اللهم يعني. فقلي تأمرين بي اني اسوي وعشت ليش ما وصلتيها وهاي، لانه فكرت بي قلت له ما فكرت بي كان فكرت بابني. المهم اعطاني الحقوق مالتي والله ينطيني النفقه، بس النفقه مو مثل يعني النفقه العاديه، لا زايد يعني، لانه يعرف وضع ابني وانا هسه قاعده ببيت اهلي بس بحدي، يعني شوي مشتمل عندي فوق. وابني الحمد لله زين وانا بديت اشتغل وحياتي الحمد لله تمام هسه. الاطفال اذا يعني وصلوا الى مرحله الادراك يجب ان تكون الصوره نقيه وصافيه لكلا الوالدين، يعني عدم تدريب الطفل على كره ابوه اذا كانت الام منفصله ولديها الطفل، وكذلك بالنسبه الحال للاب اذا كان هو محتفظ باحد ابنائه. الصورة النقية يجب أن تكون موجودة وحاضرة في ذهن الطفل، لأن أي تشويش للصورة سيبني عليه الطفل بناء نفسي آخر. تتبعها يعني عملية كره وعدوان وإلى آخره من العقد التي ممكن أن تتكون لديه، خصوصا أنه هو في فترة نمو، هذا النمو بيولوجي ونمو أيضا نفسي، لذلك هي مرحلة خطيرة. أي أكو حالات متفقين رضائيا أنه أنا أنطيك الفلوس يعني مباشرة بدون دائرة تنفيذ أو سكة أو هيش تفصيلة، ففجأة تفاجأ أنه الزوجة رافع علي دعوة نفقة ماضية أنه أنت هاي المدة ما دافع لي، يا بقى أنا دافع. فهي نكرت الزوج شو مسوي كل شهر استلام، اللي يستلم النفقة يوقع لي عن استلام نفقة شهر مثلا الثامن عن شهر التاسع، فمن راح برزها للمحكمة أثبت أنه هو كان يدفعه بصورة مستمرة وطبيعية وردت دعوة الزوجة. تبقى بعد مثل ما نقول إحنا الأم وشطارتها، فإذا كانت تستخدم أسس علمية ومنطقية فأكيد هذا الطفل ممكن علاجه، لأن أغلب هذه الحالات طيف التوحد فرط الحركة هم يعني يأخذون فترة من الزمن، وبمساعدة الأطباء والمعالجين السلوكيين ممكن أن يتخلص من هذه الحالة ويرجع إلى حالته الأصلية أو الطبيعية. مسألة ارتباطها بشخص آخر قد يعني يجعل حياة الطفل أفضل وقد يجعل حياة الطفل أسوأ، هي يعني خاضعة ل يعني مقتربات عملية الزواج. أيضا إذا كانت هنالك رغبة من الزوج الثاني في احتضان هذا الطفل من عدمه، فهي يعني في البدء لم تنظر إلى الماضي ووقعت في مطب ومشكلة كبيرة،
هذه المرة إذا فكرت بالزواج يجب أن يكون تفكير دقيق وعميق في كون أنه المرة الثانية قد تكون هي الضربة القاضية لا سامح الله في أي حالة فراق. بعد الطلاق أكيد لكل شخص إلى وضع، يعني يا أما يستسلم يا أما يستمر بالحياة. حابين نعرف أنت وضعك الحالي شنو؟ أريد ابني يوقف على رجله، يعني أنا ما بس مو ضد فكرة الزواج مرة ثانية، بس أريد هالمرة من الزواج يكون اختار إنسان يفهمني ويكون يخاف الله بي، يعني مو يسوي أشياء حرام وتأثر علي. المهم منتظرة ابني شوي يعني يكبر ويعتمد على نفسه، بالتالي هو رجال يا أما يشتغل ويا أبويا إذا كمل بالدراسة، لأن هو وضع قالوا استيعاب قليل فرط الحركة أو ما أعرف، يعني كلش معاناة، يعني الحفظ ما يقدر يحفظ وايد يتعبني. بس أنا حتى خليت لمدرسة إذا ما لحق، وهاي هم مشكلة هاي عندي واجهة يعاني منها. إذا بس اعتمد على نفسه على الأقل يطلع السادس ابتدائي وراها أشوف حياتي، وابني يعني يبقى يمي فترة وأبوه يشوف وضعه. هو زوجي وضعه هسه ما أعرف، يعني ما أعرف شنو وضعه، بس لحد الآن هو ما متزوج ويا أهله قاعد، وكل فترة يجي يشوف ابنه طبيعي، بس أنا ما أشوفه وما أحكي وياه أصلاً، وما كنت اتصال بيناتنا، والتلفون سوى لي يعني أنا لغيت كل الحسابات والسيم كارت، وعندي تلفون جديد. أنا ما أريد يعني بعد حياتي، أريد أرتاح، ما أريد مشاكل ولا حكي. طبعاً فرط الحركة من خلال مراجعتي الزملائي بالعيادات، هناك الكثير من الأطفال يعانون من هذا الاضطراب اللي هو الهايبر اكتيفيتي، فرط النشاط أو فرط الحركة، اللي قد يكون اضطراب قائم بحد ذاته، وقد يكون جزء من أعراض اضطراب آخر اللي هو الأوتيزم ديسوردرز، اضطرابات التوحد أو ما يسمى بطيف التوحد اللي هو الاسبيرجر. الطفل الذي لديه فرط حركة والذي لديه اضطرابات أخرى هو بحاجة خاصة إلى رعاية أو رعاية من نوع خاص. هاي الرعاية قد لا يستطيع أحد الزوجين أو أحد الوالدين عليها بمفرده، إلا بتعاونهما في يعني الاستمرار بتدريب وإعطاء العلاج، لأن هذا جزء من عنده يعتمد على الأورغانيك، الجانب العضوي، دراج يعني عقاقير العفو، وجزء آخر يعتمد على تدريب على الممارسات السلوكية. فلازم أكو تعاون ما بين الزوجين. أكيد في حالات الطلاق يعني الأبناء إذا كانوا طبيعيين فهم المتضرر الأكبر، فكيف بالأبناء إذا كان لديهم مرض جسمي أو اضطراب نفسي أو عقلي؟ فأكيد رح يكون يعني الأزمة أو الأزمة هي مضاعفة ومشددة. إحنا كمحامين من يجي شخص يقول لك أنا مثلاً والله أريد أطلب التفريق من زوجي، كمحامي لازم تقول له أنت بناءً على شنو؟ هيجي أو عندك دليل، عندك سبب، مثلاً ضرر، مدمن، يلعب قمار، عنده خيانة زوجية، لازم نعرف غير السبب. فأكيد من قالت له خيانة زوجية كمحامي لازم يعرف شنو، على يا هدف يعني على يا سبب من الخيانة الزوجية، أنواع أنت تعرفين، فلازم يقول يا سبب. فالمفروض كمحامي او اعتقد كمحامي يعرف هالتفصيل هذا. طيب زوجك ما حاول انه ممكن ترجعون مره ثانيه؟ اي هو حاول بانه نرجع مره ثانيه خاصه هاي الفتره، بس انا ما اريد ارجع له، ماكو ضمان، وما دام هو سوى شيء يعني حرام يعني اخاف يعيدها مره ثانيه. والمشكله هو ما حس صدقني، وماكو شنو يثبت لي انه هو خلص عاف هذا الحرام، وجزء راح إذا أبدي حياتي مع شخص ثاني راح تنجح أكثر. نعم يا ستي، إحنا عندنا يعني من خلال الدراسة والأبحاث
يوجد شيء اسمه فورما، ناخذ بها المعلومات كامله عن الباحث وعن المتغيرات الديموغرافيه اللي يعاني من عندها او اللي نريد ندرسها العفو، فحتى تشكل لنا رؤيه. فكيف انه الزواج هذا الرابط المقدس والمصيري، يعني الفرد عندما يقدم على هذه الخطوه يجب ان يكون مسلح بشتى انواع الاسلحه. هذه الأسلحة هي المعرفة والتكافؤ، تكافؤ الأفكار، تكافؤ يعني فارق، أن يكون الفارق العمري ليس بالكبير، لأن نعرف أنه إحنا مستويات الأعمار تختلف معها مستويات التفكير. فأيضا تنطبق الحالة على عملية يعني اختيار شريك الحياة. فمثل ما قلت لك انه توجد الفورما المعلومات، ايضا يجب معرفه معلومات كامله ووافيه من يعني احدهما للطرف الاخر. فهذه المعلومات ان لم تضع رؤيه حاليه فانها تعطي مجال لتفهم الاخر على المستوى البعيد، من باب انه معرفة الطباع، قد تكون أنه هذه من أطباع الشريك الآخر، فلذلك يتم الصبر عليها. أكو قسم يعني ردود أفعاله تتسم بردود أفعال الغضب، فهذا لا يتحمل وجود نوع من البروبلم بالهافير أو السلوك مال الشريك، فلذلك تتأزم المواقف بسرعة وتصبح هنالك مشكلات جمة قد لا يعني يستمرون بحياتهم الزوجية. من المحامي اللي تجيه دعوة، إن شاء الله يحاولون أول شغلة يسووها يشوفون بها مجال تستمر العلاقة الزوجية أو لا، لأن بالنهاية أنت يعني تخرب بيت، الله أعلم مدة العلاقة الزوجية شقد، 5 سنوات، سنة، 10، هو أنت بالنسبة للزوج او الزوجه اذا شهر فمهم مده قليله، زين. فاحنا نحاول اذا الحاله تسمح باستمرار العلاقه انه يحاولون باعادتها باصلاحها بهذه الطريقه، لان مرات مثلا الزوج يكون شايل هم فد اشياء ابعد، مثلا ها اهلي، ها الناس، ها المجتمع، ممكن تنحل اسهل اذا يقدرون المحامين ان شاء الله. الاخطاء يعني لا يوجد فرد أو إنسان ولو لم يرتكب خطأ ولو خطأ بسيط، ويعني حتى الله سبحانه وتعالى جل وعلا فتح باب التوبة للإنسان عندما يقع في الخطأ. وأتصور يعني هاي وجهة نظري أنه لو تعطي فرصة أخرى أو تدرب نفسها على القبول بإعطاء فرصة أخرى لزوجها والد الطفل حتى يصحح الأخطاء وتأخذ عليه موثق، هذا الموثق يجب أن يكون موثق دقيق ومثل ما نقول أنه غليظ حتى ما تتكرر الأخطاء بالمستقبل، خصوصاً إذا كان الزوج لم يرتبط طيل هذه الفترة ولديه أمل في العودة لحياتهم الأسرية. هذا يحتاج إلى تضحية، وإلى طبعا تضحية مو بس إلها، تضحية من أجل مستقبل ابنها، فللعودة إلى حياتهم الطبيعية.